السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي في هذا الشرح البسيط الذي سوف أحاول من خلاله أن أشارككم طريقة إصلاح هذه الآلة إن صح التعبير. هي آلة موسيقية بحيث تشغل الراديو وبإمكانك يعني وضع الكارد ميموار محملة بالموسيقى ويتكلف هذا الجهاز ب يعني تشغيل هذه الموسيقى. جهاز انتشر بشكل كبير جدا وفي أحجام وهذا حجم صغير جدا. المشكلة في هذا الجهاز أنه لو شاهدتم معي عندما نقوم بتشغيله فهو لا يشتغل بخلل معين، لكن عند الضغط هنا لاحظوا معي عند الضغط يشتغل. بمجرد أن أقوم بنزع يدي فهو ينطفئ. إذن في هذا الجهاز يوجد خلل ونحن اليوم سوف نحاول إصلاح هذا الخلل. أولا دائما إصلاح المركبات الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية بصفة عامة تعتمد أشياء مهمة جدا. أول شيء الأدوات. إذن لكي تشرع في إصلاح الأجهزة الكهربائية لا بد لك أن تتوفر على الأدوات. بصراحة أنا يعني إنسان شخص يعني يريد أن يبدأ في هذا المجال، فكل ما يحتاجه هو هذه الآلة التي تقوم بتلحيم المركبات الكهربائية ومجموعة براغي لابد منها، يعني مجموعة براغي لكي تستطيع يعني فتح الأجهزة الكهربائية وإصلاحها. إذن على بركة الله نحن سوف نختار البرغي الذي يتناسب مع هذا النوع من البراغي لأنها صغيرة، فأنا سأختار هذه أقوم بتغييرها. هذا ربما الآن لن نحتاج إليه. إذن أول شيء نفتح هذا الجهاز لنرى ماذا يوجد به بالضبط. نفتح البرغي الثاني. تمت عملية الفتح كما تشاهدون. نرى إذن سأقوم بنزع هذا البرغي أيضا لكي نصل إلى المركبات الكهربائية. هكذا إذن في نهاية الأمر هذه هي اللوحة التي تحتاج منا أن نقوم بإصلاحها أو الخلل يوجد في هذه اللوحة. فلو قمت أنا أول شيء قبل أن نبدأ فدائما عملية الإصلاح تعتمد على الملاحظة بالدرجة الأولى. أول شيء يعني يقوم به شخص يقوم بإصلاح المركبات الكهربائية أو الأجهزة الكهربائية هو الملاحظة. فأنا عندي لما مثلا ألاحظ لما ملاحظة قبل يعني قمنا نقوم بتشغيلها ثم نضغط عليها لكي تشتغل، إذن فهناك أنا احتمال الذي أضعه هناك إما سلك يعني خارج من مكانه أو إما أن هناك كسر في اللوحة الأم، وهذا مستبعد لأنه إذا كان كسر فغالبا الجهاز لا يعمل، لكن هذا يكون احتمال. واحتمال آخر هو أحد المركبات الكهربائية الملتصقة بهذه اللوحة يعني أحد يعني مقتلعة من أحد جوانبها وبالتالي لا يمر منها الكهرباء. أنا كملاحظة أخرى منذ أن مسكت هذا الجهاز ووجدت في هذا المشكل كان تفكيري منصب حول مفتاح التشغيل وهو هذا المفتاح. فلو لاحظت أنا مفتاح التشغيل عند الضغط عليه قليلا فإن الجهاز يشتغل. إذن من هنا أنا عندي استنتاج واضح بأنه المشكل يوجد في هذا المكان. فأقوم بتشغيله عن طريق هذا البرغي الصغير، أحاول أن ألمس يعني المكان الذي توجد فيه هذه المركبات أو الذي تم لحم من خلاله هذه المركبات. فعند الضغط هنا هذه الرجل ألاحظ بأنها تشتغل بدون مشاكل. فإذا أنا عندي يقين بأن المشكل كامل هو في هذه الرجل لأنه واضح جدا أنه
خارج عن مكانه. إذن ما كل ما سأقوم به في هذه الحالة هو تلحيم هذا الرجل في مكانه لكي يصير أو لكي يصير مثبت، وبالتالي تشغيل الجهاز بكل بساطة. عملية التلحيم سوف نحتاج في هذه القطعة، لا أعرف كيف تسمى باللغة العربية لكن وحتى باللغة الفرنسية، لكن عندنا في المغرب نقول لها الدون، لا أعرف يعني بالضبط، وهي مادة تساعد جدا على تلحيم أي مركبة كهربائية في اللوحة الأم لهذا الجهاز الكهربائي. إذن أستخدم هذه الآلة ببساطة، أحاول أن أقوم بتقريب هذا الجزء، أحاول أن أقوم بتقريب هذا الجزء من المركبة، ثم ولكن قبل ذلك هذه العملية هي عملية خاطئة، إذن يجب أولا أن نقوم بفصل التيار، إذن نقوم بإطفاء الجهاز أولا ثم نعمل المطلوب. كما تلاحظون الآن عند تشغيلها فقط سوف نلاحظ بأنها شغالة بدون مشاكل. حاول تحركها لكي تأكد من أنه قد مسكت مكانها يعني بشكل صحيح. هل بإمكانها تتوقف؟ إذن تم إصلاح هذا الخلل، وإن كان يعني هو خلل بسيط جدا لكن يعني تبقى فقط لكي نأخذ الفكرة. ومن هنا أو هذه هي المرحلة الأولى. مثل هذه المركبات موجودة جدا، وعند أصدقائنا دائما نجد بأن عندهم مثل هذه الأجهزة الصغيرة وهي متوقفة ولم تعد شغالة، فيمكننا دائما أن نأخذها من عندهم ونقوم بإصلاحها أو محاولة إصلاحها على الأقل. كما قلت لك أهم شيء هي مجموعة براغ يجب أن تكون متوفر. هذه الآلة اللاحمة التي تقوم بتلحيم المركبات، ثم أيضا هذه المادة التي تساعد على تلحيم هذه المركبات، وهذه رخيصة جدا بالنسبة لي، أنا أخذها 1 درهم لكل نصف متر من هذه المادة. هذا هو كل شيء. الآن سنقوم بجمع هذه المركبة. دائما يجب الحذر ثم الحذر سواء أثناء الفتح أو أثناء عملية التجميع، فلابد من إعادة كل شيء إلى مكانه. إذن أنا سأبدأ من هذا الـ USB أوكس، إذن سأضعه في مكانه، وبمجرد أن يأخذ شيء واحد مكانه فإن باقي الأشياء سوف تأخذ هي الأخرى مكانها. نقوم بتشغيل الجهاز ويجب أن يشتغل بدون أي مشاكل. أوكي، تمت العملية بنجاح، وهذا هو كل شيء. يعني مسألة إصلاح المركبات الكهربائية تعتمد فقط على ذكاء الإنسان وعلى قدرته وملاحظته الدقيقة، سواء في التعلم سواء في الإصلاح كذلك. وأيضا لا ننسى أيضا الاستعانة بالإنترنت، لأن على الإنترنت توجد حلول لأغلب المشاكل التي تكون في الأجهزة الكهربائية، ولا أقصد هنا الأجهزة الكهربائية مثل هذه، وإنما أقصد الهواتف، أقصد الحواسيب، أقصد يعني أجهزة التلفزيون، يعني أقصد أجهزة الكهربائية ذات قيمة وليس فقط أجهزة صغيرة مثل هذه. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من هذه الحلقة التي أردت فقط أن أشارككم يعني هذه المعلومات البسيطة. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فرصة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.